عن مشاكلهم في قطاع التموين بمحافظة البحيرة. نشوف سريعا آرائهم ونرجع نستقبل مشاركات حضراتكم. مشكلتنا مش لاقي تموين خالص، كل يوم رايحة جاية رايحة جاية، يقول لي لا في كمية صغيرة جات وخلصت، وانا مش لاقية. كل شوية نيجي، امبارح جيت قعدت ومشيت، والنهاردة جيت قاعدين واقفة. كل يوم رايحين جايين على التموينة وما فيش، ولا في سكر ولا في زيت ولا في أي حاجة خالص. لما واحد عنده أربع عيال هيعمل بيهم ايه؟ هيجيب من ايه؟ وكل ما نيجي يقول لك ما فيش. بالنسبه للسلع التموينيه بيتفرض علينا بضاعه احنا ما بناخدهاش، يعني الشهر ده الفروق بتاعت العيش مكرونه وعدس. اما واحد مثلا ياخد له اربع تكاس مكرونه او 10 تكاس مكرونه هيعمل بيهم ايه وعدس وما فيش غير كده. ولحد دلوقتي التموين لسه السلع التموينيه ما جاتش، ودي مشكله بتتكرر كل شهر، وزكاه الشهر ده اكتر شويه. ولا خدت التموين ولا خدت فرق عيش، فرق العيش جيت ثلاث اربع مرات ما خدتش اي حاجه، وقلت له ما فيش زيت، قال لي ولا ما فيش زيت، جيت امبارح قال لي في مكرونه بس اسباكيتش. طيب انا هعمل ايه بالمكرونه الاسباكيتش؟ هطبخ بيها؟ انا هاخد كميه كبيره من مكرونه اسباجيتي، هتعمل لي ايه؟ انا عايزه زيت وعايزه سكر، عايزه كل حاجه اللي هي حاجتي اللي انا هستخدمها. اما انا هستخدم مكرونه اعمل بيها تسوس عندي؟ المنظومه كويسه في الاول، واستمرينا كده في النجاح، وكل الناس حاسه براحه نفسيه، الا ان في الفتره الاخيره في اخر شهرين وجئنا ان المستوى نزل وان السلع غير متوفره، لدرجة إن إحنا مثلا رحنا آخر البلد بحيث نروح مناطق بعيدة عشان نجيبوا السلع ونوفروها لنفسينا. فمعالي الوزير يعني كان ناجح في موضوع منظومة التموين، فعايزين النجاح ده يرجع تاني لمصلحة العالم كله. كل ما باجي آخد التموين ما بلاقيش لا زيت ولا بلاقي سكر، يعني أنا بيتي بشتري دلوقتي من بره الزيت والسكر، ما عادش دلوقتي في التموين لا زيت ولا سكر. فاحنا يعني الوضع الاول كان حلو قوي وماشيين كويس قوي، دلوقتي الدنيا عدت اكتر زي من الاول. ثلاث شهور ما خدناش زيت، وثلاث مشوار اجي ولا الاقي تموين ولا بوقع عيش ولا اي حاجه خالص. ما وبعدين هنعمله ايه؟ ولا شاي ولا سكر ولا زيت ولا مكرونه اي حاجه كده؟ الناس تعيش ازاي؟ احنا عندنا مشكله ان الحكومة مش قادرة توفر لنا السلع اللي هي السلع التموينية نمرة واحد، والحاجة التانية سلع نقاط الخبز. احنا كنا بنشتغل الشهر اللي فات والشهور اللي قبل منه، اقل حاجة في الشهر كنا بنعمل حوالي 190 او 198 الف جنيه، الشهر ده مسلميني بضاعة ب 54 الف جنيه. بالتالي الناس كلها اللي جات لي، كل الناس اللي جات لي الشهر ده تقريبا اكتر من 75% منهم ما خدوش السلع بتاعته. وحتى السلع التموينية انا مش هتكلم بقى على الزيت وعلى السكر وعلى الرز، دول اساسا الشهر ده احنا يعتبر ما خدناش غير 3 طن سكر، يعني تقريبا بنسبه 10% من الشغل بتاعنا كله طول الشهر. فاحنا كنا الاول بنشتغل احسن من كده، الاول كانت السلع احنا كنا بنشتريها على حسابنا ونوفرها للناس، والحكومه كانت بتدينا الفلوس بتاعتنا. صحيح كانت بتتاخر علينا شويه بس مش مشكله، كده كده كنا احنا بنشتغل كويس والناس بتتراضى، وكده كده الفلوس كانت بتيجي. دلوقتي السلع كلها لا احنا لاقيين سلع، والناس كلها واقفه قدام حضرتك زي ما انت شايف كده مش لاقيين السلع بتاعتهم، وكل شويه الناس تيجي رايحه جايه رايحه جايه، طب بكره طب بعده، لدرجه ان انا رحت خلاص المخازن بقالي يومين عمال اقول لهم عايز سلع، قالوا لنا خلاص مفيش سلع. وهو ده، طب الناس تروح فين تجيب بضاعه منين؟ احنا ما نعرفش. مش لاقي تومين خالص، ما بلاقيش لا زيت ولا بلاقي سكر. ما فيش، في زيت ما فيش. الزيت اختفي ورز يختفي. حاولوا نحسوا بالغلبان شوي.